لا 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 ام سوري ام سوري. في قطعة حمود حطيت لي قطعة بالغلط شيء. معكم اخوكم عبد الرحمن، اليوم عندنا حلقة جديدة من فورتنايت وعندنا سلسلة بدون فلفل. ما ادري ليش متحمس، تعال لكن حلقة احترق. معلش متحمس لان انتم تستمتعون فيها وانا استمتع فيها والدعم عليها رهيب ويا رب يتواصل. اذا انت مو فاهم ليش اقول احترق وفكرة السلسلة وهالاشياء، تقدر تضغط حرف الاي بيوديك حق الحلقات اللي فاتت عشان تفهم فكرة السلسلة وتتابعها من البداية. المهم يلا خلنا نسحب فلفل وما جبت الشنطة لحظة. فنفس ما تشوفون هاي الثلاثة طلعونا من قبل نحذفهم نوديهم على صوب. الحين باقي 8 أنواع فلفل وبس نوع واحد حار طلع لنا، ليحن أحر نوع فيهم ما طلع لنا اللي توصل درجة حرارته إلى مليون سكوفيل. واو أنا خايف منه، قاعد أشوفه الحين قاعد أشوفه. المهم يلا نخلط، الحين باقي 3 أنواع تحرق من أصل 8، يعني بس 5 الموجودين ما يحرقون وبيطلع لنا وسابي، هاي اللي يحطونه على السوشي الأخضر اللي يحرق. بس تخيلوا مسوينه كسوس وتجربه هاللون، بل أنا بروحي ما أحبه من الأساس، يعني صدق غيرنا مقزز وطعمه خايس وايد حار. قبل لا نتخلق يوم الثلاثة لازم نبين لكم إن الريبليز منظفين خلاص ما فيهم ولا مقطع عشان نلعب 3 أيام ورا بعض ونبينهم لكم في نهاية الحلقة. يا رب نفوز يا رب نفوز. صراحة أنا ما عندي مشكلة أحترق بالحارين بس ما أحب الوسابي، الوسابي طعمه مو حلو مرشون يأكلونه ويا سوشي. المهم يلا ندخل جيم وبإذن الله نفوز. أوكي يا جماعة أحب ما ندخل جيم، نسحب سلاح من الأسلحة الست الموجودة في اللعبة ونحذفهم، يا رب مو شيء أساسي. يا رب نكون محظوظين نفس الحلقة اللي فاتت. شنو ذي فتح ما يتبطل يا جماعة؟ لا بدون اسولت رايفل، هاي شيء جدا جدا اساسي. بنلعب الحلقه كامله بدون اسولت رايفل، واذا ما فزنا هالجيم الجيم اللي بعده بينحذف سلاح ثاني طول الحلقه بعد. لا 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 شكلنا بنحترق. اخ بس اخ. وتخيلوا في ناس يقولون لي حمان زي التحديات اضافيه الى السلسله. لا لا خلاص صارت وايد معقده، لازم نفوز باربع قتلات او اكثر، لازم كل جيم ينحذف منه سلاح. التحديات الاساسيه بنخليها حق حلقات بروحها، اما حق هالسلسله بنحاول نبسط اللعب عشان ما تصير السلسله وايد معقده وفي نفس الوقت يمدينا نلعب يعني يا جماعه ويمدينا نفوز في 3 محاولات. ترى جدا جدا مستحيل الشيء. شاتجن الحمد لله ما انحذف الشاتجن بعد، مع انه احس اذا هالجيم ما فزنا بينحذف الشاتجن. اوكي ديجل يعطيك العافيه. شنو كان عندك؟ اوه بيستل بس، والله خفت عبالي عنده شاتجن. اوكي حلو 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 حلو، لعبنا عليه لعبة البناية شوي، نحتاج موارد. اوه في احد قاعد يكسر. ابني 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 ولا بس 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 بس. واو ما وايد دمجنا، ايش دعوة؟ ما ادري ليش متحمس حق هالحلقة، احس فيها فوز، احس فيها فوز. يمكن قاعد اقول هالكلام وبعدين ننصدم نموت بطريقة غبية، بس احس ما بتكون نفس باقي الحلقات اللي مثلا كن منحوسين فيهم او شيء. اوكي. اقول لكم افضل من الاسولت ما تصدقوني، رهيب 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 هالسلاح. لا 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 في حد متسبب، في حد متسبب. لا 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 مو نيت، مو وين
والله المتسببين ينرفزون يا جماعة، والله كان جيم حلو وأنا كنت بسيطة، هاي كنت بسيطة، شوفوا كان بقي لي طاقة شاتجن وشوية SMG وخلاص. هاي المتسبب، هاي المتسبب يا حقير، شفتك تطلخ من بعيد، اتركني نخلص الفايت بعدين تعال. مع إن أنا أسوي الحركة دايما، بس يلا مو مشكلة، نروح حق محاولة ثانية. والله دخلنا جيم ثاني وبنحذف منه سلاح ثاني غير الأسولت. هالجيم مرشم مشيت حالي بدون أسولت، بس الحين بنحذف منه سلاح ثاني بعد واللي هو السنايبر. الحمد لله أوكي، ما بلعب بسنايبر مو مشكلة، بس ما نقدر نلعب بالسنايبر ولا بالأسولت. وبعد بليزنت بارك لا لا أبغى أغير، أبغى أغير، ودوني هني مكان الفايكنج. أعرف تأخرت في النطة بس ما أدري يعني كنت قاعد أسحب ودي. المهم يلا هاي الجيم بإذن الله يكون جيم حلو وممتع. أوكي ما أعطونا إلا سنايبر، خلينا نشوف باقي الأسلحة الموجودة. أسولت أسولت كأنه بالعمال يقولون حمان، هاي اكا بعد اسولت ذهبي بعد. ها اقول لكم كأنه يقولون ها حمان هاي الاسلحة ما تقدر تستعملها، لا تفضل ورا بعض ورا بعض ورا بعض. والله زعلته. لا 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 هو زعلني، هو زعلني. لا 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 اوه على قوتي كان باقي لي طقه، وانا باقي لي طقه وخلاص يخلص الفايت. اوكي في واحد هنا، تستقوى على غيرك لا تستقوى على غيرك تفضل. تعرفون اللي كنت اقوله في البداية ان احس ما بكون منحوس هالحلقة وبالعكس حظي بيكون زين وبنفوز، كل شيء تلاشى خلاص غيرت هالطلقة غيرت مفهومي للحياة. يلا الجيم الثالث والاخير، معناته السلاح الثالث بينحذف منه. بسم الله بسم الله بسم الله. المتفجرات اهلا وسهلا، مع السلامة المتفجرات. اهم شيء مو الشرقن، لان لو الاسود والشرقن اختفوا في جيم واحد الوضع مأساة، الوضع مأساة. من الحين اقول لكم الوضع مو تمام. تعال اوكي 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 عطنا الاسولت مالنا سلاح الحبيب دي. مسكين والله مسكين يا جماعة، تبغى ذبح واحد مستانس يبي لوت يبي كل شيء تمام. حلو كسرنا درعة نايس. بالبستل حرام عليك بالبستل تبي تصيدني، والله هاي مسكين هاي مسكين حرفيا هاي مسكين. خلاص هاي لوتني يا جماعة، خلت أكل بس سنايبر متفجرات وأسولت. أوكي ما استعملنا ولا واحد من هاي الثلاثة، فإذا فزنا في الجيم هلا ونحن عندنا أربع قتلات أو أكثر يعتبر فزنا ونفتك من الفلفل. حاليا أنا مستانس مستواي أحس على الأقل تحسن على الحلقة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت كان مأساة صراحة، بس في نفس الوقت أنا خايف ما مش بنسوي بعدين بدون الأسولت. هاي الصج خايف منه. شوفوا 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 وات 81 وات لا 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 ام سوري ام سوري. في قطعة حمود حطيت لي قطعة بالغلط شيء. لا لا I'm done I'm done I'm done I'm done I'm done يا جماعة
لا لا قتلتي قتلتي زين ليش ليش تاخذ قتلتي؟ لا كهوة هناك. بس بس تبتسوي لك باب تبتسوي لك باب يا حرامي القتلات. لا 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 الوضع قلب طيران وبس الوضع قلب طيران وبس يا جماعة. ها ما مات ما مات وات خلاص اخر واحد. لا 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 بليز لا بليز لا 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 بطلت بطلت والله بطلت الهاي. اوه خلصوا خلصوا يا جماعة. لا 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 خلصوا مواردي خلصوا مواردي خلصوا مواردي شو الحل؟ خلصوا مواردي. اخ شو الحل شو الحل يا جماعة؟ لا لا بعد ستة طقة من الزون انا ميت طقة من الزون انا ميت ما مات خلاص 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 طقة من الزون انا ميت طقة من الزون انا ميت يا جماعة. ايه قدرنا نسويها ونفتك من هالفلفل الخايس. يس 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 لو تروش قد مستانس ما افتكر لو كان احر فلفل ما افتكر لو حد بيحرقني وبقعد على الارض اصيح بس هالفلفل الخايس ما ابي الوسابي ما احبه ما احبه ما احبه خايس خايس خايس. قدرنا على اخر جيم والله هاي جيم هاي جيم اسطوري. قلت لكم هالحلقه انا حاسس اني متفائل وكل هالاشياء. يلا يا جماعه شوفوا نروح الريبليز ومباشرة بيبين قدامكم الاقيام اللي لعبناها. انا مو مصدق يا جماعه الاتش بي كان واحد يعني الزون تشيلي تسوي لي انا خلاص انا ميت. المهم يا جماعه اذا تبون تشوفون حلقات اكثر من هالسلسله تقدرون تضغطون هني واذا تبون تشوفون الحلقه اللي فاتت تقدرون تضغطون هني لايك سبسكرايب ونشوفكم في حلقه ثانيه.